مصر الحبيبة بتاريخها العظيم وشعبها الأبي أبى أن يكون لقمة سهلة لعبث المخربين وأهل الإرهاب والفتن، حفظها الله من فوق سبع سماوات، فكانت عنوانا للفخر والقوة. مصر شعبا وجيشا وحكومة من أطهر الأمثلة التي تضرب في مواجهة المتربصين بها، فهي مصونة إلى يوم الدين رغم أنف أعداء الدين. دعوة من محب لكل المصريين بأن يوفقكم الله في انتخاباتكم المقبلة وأن يسخر لها من هو أهل لها. صوتك أمانة. دعوة للمصريين في الداخل وفي دولنا أيضا أن يتوجهوا للانتخاب. حفظ الله مصر وأهلها وجعلها آمنة مطمئنة ساكنة ومستقرة. قولوا آمين. وبارك للشعب مصر العظيم تداول الانتخابات الديمقراطية بطريقة سلسة، وأتمنى لهم التوفيق في هذه المسيرة وأن تعم هذه العملية المدنية الإيجابية جميع أرجاء الوطن العربي. تستعد جمهورية مصر العربية هذه الأيام لكرنفال ديمقراطي كبير يتمثل في الانتخابات الرئاسية الجديدة. يدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الانتخابات محملا بطموحات كبيرة لاستكمال مسيرة وسلسلة الإنجازات التي حدثت في فترته الأولى. رئيس عبد الفتاح السيسي قدم الكثير لجمهورية مصر العربية على كل المستويات، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية وغيرها. أنا متأكد أن الشعب المصري ستكون له كلمة عليا في هذه الانتخابات، وسيحقق أرقاما تاريخية تتمثل في عدد كبير جدا من الناخبين. كل صوت سيضعه المواطن المصري في صندوق اقتراع يحمل اسم عبد الفتاح السيسي سيكون الرد الحقيقي والصارم ضد الحملات الممنهجة التي تمارس على الرجل وعلى جمهورية مصر العربية. عندما نتحدث عن مصر نتحدث عن حالة خاصة جدا. هذه الحالة تقول أن مصر هي قلب الأمة العربية النابض، لذلك نقول أن الشعب المصري بإرادته الكبيرة عندما يريد إنجاح الانتخابات وخروجه بالآلاف سواء داخل مصر أو خارجها، هو يؤكد انتماء مصر للوطن العربي، لأنه يعلم علم اليقين أن حاضر ومستقبل مصر هو حاضر ومستقبل الأمة العربية. أولا بمسي عليكم بالخير وأقول لكم كل عام وانتم بخير. طبعا احنا مقبلين يوم الاثنين المقبل على عرس ديمقراطي. هذا العرس الديمقراطي راح تتجه أنظار العالم كله إلى مصر، لذلك يجب أن يكون عرس بحقه حقيقي. هذا العرس شعاره تحيا مصر، ولعشان هذا الشعار عليكم كلكم إنكم تنزلون. لازم نختار القوي الأمين، نختار الأصلح للبلد، وأنتم عارفين من هو الأصلح للبلد. الحقيقة إن الإنجازات اللي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات حقيقية على أرض الواقع. أنا كوحدة عربية ومحبة لمصر وعاشقة لتراب مصر، عندما وصلت إلى مصر شاهدت هذه الإنجازات على أرض الواقع. يعني هناك كثير من البلدان العربية الغنية واللي إمكانياتها أكبر من إمكانيات مصر لم تستطع أن تحقق إنجازات مثل ما حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أربع سنوات كاملة. لذلك علينا إحنا كلنا، أنتوا يا مصريين وإحنا وياكم، إحنا كعرب وكخليجيين نحب مصر، وأيضا ندعم بكل قوة وبكل الفخر والاعتزاز الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية ليكون رئيسا لجمهورية مصر العربية. تدرون ليش؟ لأن الرئيس المصري اللي هو عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم هو من حمل الوطن العربي من التقسيم، هو من يعني تذكرون، خلنا نرجع شوية وراء إلى ثورة 30 يونيو. شفتوا اللي سويتوه؟ أنتوا علمتوا الناس درس في حب الوطن والتضحية من أجل الوطن. مصر اللي قدمت الكثير من الشهداء منذ نشأتها حتى يومنا هذا، يعني هي لازم إن إحنا كلنا نحافظ عليها. إحنا كخليجيين نعتبر مصر إن هي أمنا، وإحنا ما نقدر نتخلى عن أمنا. في أحد يقدر يتخلى عن أمه؟ لذلك إحنا جينا عشان ندعمكم ونشارككم العرس الديمقراطي الذي سينجح نجاحا كبيرا، وسيقدم رسالة واضحة للعالم أجمع إن مصر عصية على الكل، لأن سيرى أرض صلبة. هذه الأرض صلبة هو البنيان المرصوص من الشعب المصري الأبي
الذي ستتكسر عليه كل يعني كل من يحمل ضغينة لمصر، أعداء مصر في الداخل أو في الخارج. قلنا إحنا يوم الاثنين والثلاثة والأربعة 26 و27 و28 الكل ينزل وشارك. أنا واحدة رح أكون رح ألف على اللجان لأشارك الشعب المصري، هذا الشعب العظيم ها واللي نقف له إجلالا وإكبارا، ها نشاركه فرحته في إنه يروح إلى صناديق الاقتراع، وكلنا نبي نصور صورة ونقول صورة جميلة. هذه الصورة تقول إن إحنا يا شعب مصر إن إحنا اللي نحكم البلد، وإحنا اخترنا الرئيس المناسب لبلدنا وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعار العرس الديمقراطي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، عظيمة يا مصر يا ست الكل.